بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلم بالعربي معكم. حبيت ندير سلسلة في الموضوع سقوط الغرب. غادي نبدأ سوف نبدأ بالمالي، سقوط الغرب في المالي. لازم يكون في عندكم أنه أكبر بنوك روتشيلد هي بلاك روك. هذه بلاك روك تشوفوا فيها، يعني عندها تكلفة بتقريبا فائد أكثر من 10 تريليون، 100 ملايير، ولا أكثر من أموال أوروبا وإفريقيا جميعا هي اللي حكمتهم. هذه بنوك روتشيلد، وفي نفس الحال هي اللي حكمت منذ 2008، حكمت الفيدرال ريزيرف الاحتياطي، البنك الاحتياطي الأمريكي، هي اللي تتصرف كلش تبع روتشيلد. معايا الآن؟ تبعوني مليح. الآن نروح لشو اسمه بعض من المدير تبعهم، حط الاستقالة تاعه وبدأ يفضح فيهم. هذا يكون عندي هنا، هم من هنا. هذا كان مدير عندهم، شو اسمه، إدوارد داود. هذا كان مدير في بلاك روك، وحط الاستقالة تاعهم وبدأ يفضح فيهم. وراه ممنوع من الفيسبوك وتويتر، عدوا غير تطلعوا عليه هذا في براند يوتيوب، هذه هي الوحيدة اللي مخليني يتكلم فيها. هو متخصص في الهاتش فاند، ولا يعني يكون ربوية. ونطلب منكم، أرجوكم تفرجوا هذا الفيديو. أنا مقدر نترجمها ولكن ما عنديش الوقت، لكن اللي عدوا الآلة شو اسمه الكمبيوتر نقدر نعطي له النص ويحطه بالعربي. الآن على شو اسمه، على الدقيقة 12:45 يبدأ يتكلم، يقول لهم كاع أساس الأزمة الاقتصادية العالمية المالية مبنية على العملة الربوية دات موني، وهو يشرح لهم كيف لا يمكن ترجعوا القروض لما تتسلفوا عليهم، وهذه هي يعني اللي حاكمين بها العالم. يعني طالعوا في التاريخ وشوفوا كيف بني إسرائيل كانوا حاكمين في المدينة، كيف كانوا يتسلفوا على الناس ويحكموهم ويعيدوا أطفالهم للعبودية. هذه هي نفس الطريقة، وحاكمين الأسلحة، وهم اللي كانوا حاكمين الهيمنة تاع الأسلحة. نفس الحال اللي صارت، طالعوا على هذا الفيديو فهمها، يعني الفيديو طويلة بس عبدوها على الأقل بدقيقة 12 إلى 30 ويفهم كلش. وهذيك اللعبة تاع الكوفيد، هو مسميها احنا ماجيك جوس، هي على الكوفيد غير لعبة يلهو بها الناس لاختراهم في أزمة، وخرجوا الكوفيد كما نقولوا احنا، تسمحوا لي نقول لكم باللغة الفرنسية كونتروبي، يلهو بها الناس. ما كانش لا كوفيد ولا هم يحزنون، مش قاش ندخل لكم في هذا. هو شو اسمه إدوارد داود، بلاك روك إكزيكتيف، يعني مدير في بلاك روك، وحط الاستقالة تاعه. والآن نرجع لكم على شو اسمه، على الكوفيد. الكوفيد لا أساس لهم، عمرهم ما قدروا يخرجوا ولا ما كانش حاجة. هي من راهم في سقوط مالي، راهم يلهوا بالشعب وراه ينقصوا. خذوا بالكم من هذا اللي يسموه هو ينقصوا به عدد السكان فوق الأرض. هذا ما كان، ما قدرش نحكيها، راني ترجمت كتاب على هذا الموضوع قبل كي بدأ ترجمت الكتاب. الآن اللي بغيت نوصلها لكم أنه نرجع للموضوع المالي. الآن راهم قاعد مركبينها، هذا اللي راه صاري مركبينها الحكام، باللي أنجيلا ماركل مثلا احنا هي اللي تسببت في سقوط الاقتصاد الألماني. المرأة هذه مسكينة ما عندها لا علاقة، لا ما كانش الحكام في أوروبا السياسيين ما فيهمش اللي يتحكم في المالية، المالية شيء متخصص، وحاكمينه غير بنوك روتشيلد واليهود. عليها قلت أنا نحكي الجزائريين، بريكس تاع جولدمان ساكس، أعتقد راني تكلمت عليه هنا. البريكس تاع جولدمان ساكس هذا مكان، وبدلا ما يكونوا حاكمينه في شو اسمه في أمريكا، طلعوه بين الصين وروسيا، بس حكمينها هنا. بريكس هذا هو تاع جولدمان ساكس، ومبنية على الدافت موني، على العملة الربوية فقط. يعني ها هو النص اللي يريد نرسلوله، مش أنا اللي كتبته هذا،
ودايرين بلي كلشي خرجاتو بريكس مخرجاتوها هي وينا جولدمان ساكس هي اللي مخرجه البريكس هذا ما كان اش قاش انا تكلمت عليها هما الان انا تكلمت عندي شهور تكلمت على كيفها سقط ماشي اول مره سقط الغرب والاول سقوط الغرب على بعد الحروب الصليبيه لما ما قدروش يفوزوا على المسلمين سقطوا ومولوا التتار عشان يهجموا المسلمين وينقصوا من عدد السكان المسلمين هذا هو الغرب شركه ماشي حضاره ليس بحضاره ونرجع للبلاك روك ونرجع للموضوع اللي كنا نتكلموا فيه الان هذا هو اللي اسس البلاك روك يعني كان كادر كما نقولوا احنا كان مدير في جولدمان ساك جيم اونيل هذا امامكم كتاب هذا انا نتكلمت عليه كثير يشرح كلش كيف بدلا ما يخلوها بين امريكا انجلترا هي اللي حاكمه كل شيء بنك اوف انجلاند هي اللي حاكمه كل شيء الان عاود نزيد ما كانش الكوفيد ما عدوش غير موجود ما كانش كحاجة حاجه يسموها الكوفيد هما راهم باش ينقصوا عدد السكان فوق الارض وما يدفعوش الاموال يعني اللي حكوا الدرجه تاع العجزه ولا كيسموهم لي روتريتي تسمحوا لي نتكلم بالفرنسيه لي روتريتي باش ما يطلبوش دراهمهم راهم ينقصوا فيهم الان شو كنت اللي بغيت نلحق لها هذا عقلوا على اسمه هذا هاراري هذا نوا يوفان نوا هاراري سمحوا لي متزوج مع راجل هذا هو المختحم مع شارل شواب وكيسينجر هذو هما اللي راهم يخططوا لي اسمها التبدل الكبير وهو يقول لهم هذا لو كان تطلعوا على الفيديو تاعو يقول لهم باللي الغرب فقط جيش وشركة corporation and army هذا ما كان وقال لهم الناس العدد السكان اللي ما نحتاجوهمش تكونوا في الجيش ويكونوا في هذا الشركة نتخلوا عليهم نقصوا منهم هذا ما كان هذا يحكي كثير على هذا اللي رام يشوفوا فيه هذا هو وزارة الصحة الإسبانية راهي قالت لهم باللي ما كانش اللي يدر كما نقولوا isolation ما قدرش يخرجوا الكوفيد ما كانش لي يخرجوه الكوفيد يعني هذه غير كذبة وفخة تاع كيسموها تاع البنوك البيك فارما اللي حاكمينهم ما نتكلم عليه مرة أخرى هنا كيف هذا الكلب تاع هذا كيسموه تاع تشورشيل ممثل هو كان تعلم على شارلو شابلين والله وعدي الوقت نحط لكم كيف كان يروح شارلو شابلين هو اللي ممثل علمه كيف يمثل ما كان عنده ولا علاقة بحرب العالمية الثانية هنا هذا هما كيف المعيار الذهبي والمقياس الذهبي كيف تعاملوا به في حرب العالمية الثانية بعد ما هتلر رفض يتعامل به نزيد ما نحبش نطول عليكم ما نكثرش عليكم المعلومات نخليكم تفهموهم انا راني سنين في هذا الموضوع هذا عليها نحاول نشوف الناس اللي يردوا عليا شي يقولوا لي الغرب مبني على الريبه راني نحاول نفهم الناس باللي الغرب ما تسمتوش للغرب يا جماعه كل شيء مبني على السلفيه والريبه منذ اسسوا بنك انجلترا هذه هي في 1793 و يمكن نفهم الغرب بكلمه واحده نشرح الغرب هي شركه يسموها ويست انديز ذا ويست انديان كومباني هذه هي الغرب وحاكم الاموال العالم واللي يرفض يركع لها تاسس حرب تعلن حرب ضده وكذا انا شان نطلب من الحكومه الجزائريه ان شاء الله يفطنوا في موضوع المالي ويرجعوا لنا العمله تاعنا اللي راهي حكمتها انجلترا على اساس فرنسا هي اللي داتها في 91 يرجعوها لنا ونتحكموا في العمله تاعنا ما يمكن كل العملات فوق الارض حكمتهم بي اي اس وتاع روتشيلد وما يمكن نحاربوا البنوك روتشيلد مادام العملة تاعنا حاكمينها بنوك بي اي اس في انجلترا هي البي اي اس في سويسرا بصح كيما نقولوا المخ تاعهم هي بنك اوف انجلاند في انجلترا هي اللي حاكمه كيف نتعاملوا
بالسلفية وكذا. الشيء الآخر نحاول نتكلم عليه بسرعة هنا، سمحوا لي ندير نحاول نعمل كل شيء بسرعة للناس ياخذوا المعلومات. مانيش نشوف الرد الفعل كتير، الناس راهم يتكلموا عليه كتير على البريكس وكذا. راني تكلمت على البريكس انه هي جولدمان ساكس انا تكلمت عليها، بلاك روك. نزيد ناكد معاكم باللي اللي كان خدام المدير واحد من المدير تاع بلاك روك هذا، نزيد روحوا تفرجوا عليه، شوفوا الفيديو تابعوا هذا، قال لهم باللي كاع النظام المالي العالمي مبني على العمله هذه الربويه ما يمكن الخروج من الازمه هذه. هي مره اخرى نطلب منكم تطالعوا على هذا الفيديو، واعتقد مانيش عارف رد الفعل تاع الناس هنا، راهم مازال يعني يتبعوا الغرب لما سمعوا بالبريكس. راهم شفت الجزائريين طالبين يروحوا مع البريكس، يا جماعه الغرب ما عنده ولا فايده، ما يخوفكمش، عدوا بالك تطور تكنولوجيا يمكن نلحقوه ولا نفوتوه بسرعه. رجعوا للمبادئ تاعكم وشوفوا حالة الجزائر كانت قبل الاستعمار الفرنسي، وغادي تفهموا علاه يخافوا من الجزائر. ما نطولش عليكم جماعة، شكرا على كل حال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.